اهلا ومرحبا بكم معي من جديد في قناة الطبخ والبيت مع افكار. اليوم غادي نشارك معكم مركز الحامض او الليمون من اليد ديال الوالدة ديالي. نتمنى ان شاء الله ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. بالنسبة لهذا المركز الجديد فيه هو انه ما فيه لا حكان ولا عذاب ولا حتى شي حاجة، ما تعكزيش عليه في نهار وتصاوبيه. بقاو مع الطريقة. هنا عندنا 2 كيلو ديال الليمون اولا الحامض اللي كنكونوا نضفناه هكا بالخل والماء جيدا، وعندنا كيلو ديال السكر سنيده. ماشي ضروري ترتبطي بالكميه، الكميه اللي بغيتي حيت الموسم ديالو، اللي بغيتي ديري في الكميه ديريها. اول حاجه غادي نبداو بها هي نقشرو هاد الليمون ولا الحامض. غير فاش نقشروه من الاحسن يكون عندنا هكا شي موس اللي يكون ماضي، ولا نستعملو القشره ديال الخضره باش يعني نقشرو غير ديك الطبقه اللي كتكون من الفوق صفراء، ما نوصلوش لديك القشره البيضاء باش ما يعطيناش المروريه في العصير ديالنا ولا في المركز. كنستمروا بحال هكا حتى كنكملوا كاع الكميه اللي عندنا. هذا هو السر باش ما نحكوش، وغادي غير يعني الطريقه سهله باش غير نقشروه وندوزوه في الطحان هكذا، يعني حتى ما نعكزوش باش نديرو كميه كبيره، يعني غير كنقشرو هكا ونطحنوه. صراحه هذه فكره زوينه، وقلت زعما نشاركها معكم هكا مع رحنا على ابواب شهر رمضان، وكيكون معروف شهر رمضان هكا بالمشروبات، وحتى لفصل الصيف كنبغيو هكا هذا المركز نستعملوه في العصائر وكيبقى منعش. وهذه الطريقه قلت سهله، قلت نشاركها معكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هكا خصنا نقشروه، نحاولوا ما امكن ما ندخلوش في الطبقه تاع القشره البيضاء، لان ديك القشره البيضاء كتعطي المروره في العصائر او هذا المركز. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي نقشروا ديك القشره اللي خليناها بيضاء، نحاولوا نحيدوها كامله ونحيدوا كاع داك العظم اللي كيكون داخل ديال الحامض ودوك الخيوط هكا اللي يكونوا داخل، باش من نطحنوه ما يعطيناش داك المذاق ديال المروره. بالنسبه حتى لهاد الفكره ديال اننا نطحنوه كتبقى احسن من اننا نعصروه يدويا، صراحه كتكون متعبه ومتعبه للغايه، هكا كتبقى احسن واسهل وحتى اسرع. مهم غادي نستمروا حنا حتى نقشروا كاع هاد الكميه، وبهذه الطريقه نقدروا نديروا حتى كميه كبيره بلا ما نعكزوا عليها.
هنا من بعد ما قشرنا كاع الكميه اللي عندنا ديال الحامض وقطعناها هكا مربعات اللي تكون صغيره، وحيدنا منها كاع داك العظم اللي لداخل ودوك الخيوط اللي كيكونوا بويض باش ما يعطيناش هكا داك المروريه في المركز. غادي ندوزو دابا باش نطحنوا القشور ديال الحامض ونطحنوا هاد القطع ديال الحامض ونتلاقاو باش نكملوا. بعد ما طحنا القشور كيف ما كتشوفوا كيجي بحال هكا بحال حكيناه تماما، كان نحيدوا لنا داك العناء ديال الحكان كيجي بحال هكا. هذا هو الحامض من بعد ما طحناه كيجي هكا احسن من اننا نعصره هكا بالحبه، و يعني ياخذ منا وقت طويل وحتى مجهود. غادي دابا نخلطوا القشور ديال الحامض مع سكر سنيده ونحركوهم مزيان، عاد باش نضيفوا عليهم العصير ديال الحامض. نحركوا الكل جيدا وغادي نخليوه الليله كامله حتى يذوب سكر سنيده ونتحصلوا على مركز او لسيرو. بعد ما دازت ليله كامله هذا هو الشكل ديال المركز كيجي بحال هكا. غادي نرجعوا نطحنوه مره اخرى باش هكا يتجانسوا كاع جميع العناصر. بعد ما طحناه غادي ندوزو هكا في الصفايه باش نصفيو، وهكا كنتحصلوا على سيرو اللي ناجح وسهل وسريع. Thank you.
بعد ما صفيناه غادي نوضعوه في قرعات ديال الزاج. من الاحسن نديرو في قرعه ديال الزاج ما نديروش في قرعه ديال البلاستيك، كيبقى هكا احسن. واخا القرعه نتاع الزاج نديرو فيها هذا المركز ونديروها في المجمد، ما غيوقع ليها حتى شي حاجه، ما تطرطق ما والو، غير ما تعمروهاش بزاف. هذا هو المركز ديال الحامض، ها هو دا واجد. بصراحه اسهل منه ما كاينش، وفي نفس الوقت مبسط وما يعكسش عليه الواحد باش يصاوبو. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وبصحه والراحه. وصلنا لنهاية الفيديو، عواشركم مبروكة ورمضان كريم، باش منيتو إن شاء الله صحايا الأكثر، والسلام عليكم.